طب عشان نعرف اخر الاخبار هناك ايه، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك، قول لنا اخر الاخبار عندك ايه والكواليس الخاصه بهذا الافتتاح المميز جدا جدا لخدمه اعضاء النادي الاهلي المختلفين. اتفضل. مساء الخير عليك يا زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. بالفعل باكد على كلامك يا امير، جهد كبير جدا بيبذل وطفره انشائيه كبيره، ويمكن في خطه موضوعه من مجلس اداره النادي الاهلي للارتقاء ووضع النادي الاهلي في مكانه الطبيعي، خدمات على اعلى مستوى بالنسبه للاعضاء. كل يمكن شهر او اتنين بنشوف افتتاح جديد، في شغل كمان كبير جدا جدا بيبذل فيها ثلاث فروع مش في مدينه نصر فقط، احنا بالفعل متواجدين في النادي الاهلي مدينه نصر، بنفتتح طبعا المنطقه الترفيهيه، لكن الجزيره فيها شغل كتير جدا، النادي الاهلي الشيخ زايد فيها شغل كتير جدا جدا، مجهود كبير يا امير بيبذل وحاجه رائعه. يمكن طبعا ان شاء الله يكون الافتتاح مميز جدا وحاجه هتسعد كل جماهير النادي الاهلي قبل ما يكون عضو النادي الاهلي سعيد، لان اكيد القاعده الكبيره جدا خارج اسوار النادي الاهلي هي جمهور النادي الاهلي اللي بيتمنى النادي الاهلي في مكانه غير كل انديه العالم. هنحاول ان احنا نستفيد بشكل كبير جدا مع طبعا المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي مجلس اداره النادي الاهلي على كافه الانشاءات والتطويرات، الوقت وحاجات كتيره جدا عايزين نتكلم عليها معاك يا سامح بيه. طبعا في البدايه برحب بيك، ومجهود كبير جدا من الاداره التنفيذيه برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب، اللي فيه خطه موضوعه متكامله انشائيه على اعلى مستوى بيتم تنفيذها، الوقت قليل جدا لكن بتطلع النتيجه على اعلى مستوى. ربنا يخليك كريم، احنا النهارده بنفتح المنطقه الترفيهيه دي من ضمن البرنامج الانتخابي للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. الحمد لله مده التنفيذ كانت 9 شهور. الموضوع في المنطقه الترفيهيه موضوع مختلف شويه، مش مجرد حمام سباحه، ده حمام امواج وحمام سباحه للكبار وحمام سباحه للاطفال ومرضى جلوس الاعضاء وخدمات الاعضاء. مكان فعلا مميز قوي، يعني بين النادي مدينه نصر في مكان تاني زي ما نقلوا في الفتره اللي قبليها للفود كورت. فود كورت كان نفس المكان برضو، مكان جميل جدا اتنفس مده صغيره جدا على مستوى عالي قوي، اضافه لنادي الاهلي مدينه نصر والاعضاء النادي الاهلي اللي هم يستحقوا ان النادي الاهلي يكون في هذه المكانه. بصراحه ما كناش نقدر نوصل للجزئيتين دول غير بمجموعه متكامله، مش اداره تنفيذيه او مهندس، لا احنا مجموعه متكامله، مجلس اداره دعم مادي ومعنوي لنا كبير جدا، اداره تنفيذيه هايله، محمد مرجان معانا في كل حاجه، فالموضوع فريق متكامل بيتعامل بروح فريق بيطلع النتيجه احنا شايفينها النهارده. فالحمد لله احنا لسه مكملين، الموضوع كبير قوي، احنا في سنه واربع شهور عملنا حجم اعمال. انا في النادي بقالي 28 سنه، كنا بنعمل مشاريع كتير الحمد لله، لكن في الوقت القليل ده نعمل كم المشاريع اللي ممكن اديك بسرعه كده عليها. صاله الكاراتيه في الجزيره 7 شهور، اسوار الجزيره 6 شهور، البوابه الرئيسيه في مدينه نصر نفتحها الشهر الجاي، اسوار مدينه نصر في 5 شهور، تكييف صاله الكاراتيه، صاله الجمباز في الجزيره، دورات المياه بالكامل اتجددت في وقت قياسي. كل المشاريع دي في بالظبط في سنه واربع شهور، وده جزء من البرنامج الانتخابي. لسه قدامنا لحد ان شاء الله كمان سنتين نكمل. الشيخ زايد بدانا فيها من شهر، صاله سكواش، صاله كاراتيه، صاله جمباز، مرضى جلوس الاعضاء، وبوابات، 2 ملعب كوره، مسجد، كل كان احنا بدانا فيه من شهر فات. التجمع الخامس برضه ليه نصيب، خلصنا المخطط العام، خلصنا القرار الوزاري، خلصنا رسومات وتراخيص المرحله بالكامل. احنا حاليا هنبدا التنفيذ القاهره الجديده ان شاء الله. فالموضوع كبير، منظومه كبيره، والحمد لله اداره النادي قدها، مجلس الاداره قده، الاداره التنفيذيه قدها، وكله بيحاول في مجاله يبذل اقصى جهد لانجاح العمل الحمد لله. يمكن لو بخص النادي الاهلي مدينه نصر، ويمكن كنا متواجدين في فتره قليله جدا لافتتاح منطقه الفود كورت، وكان متواجد معالي الوزير اشرف صبحي، وكان متواجد ايضا كمان معالي المحافظ خالد بيه عبد العال طبعا. ويمكن الاشاده ما تيجي من الخارج غير اما الاشاده تيجي من الداخل، دي حاجه اكيد بتسعدنا كاعضاء في النادي الاهلي وبتسعد كمان المسؤولين، لان الوقت اما يبقى قليل وبتشوف الشكل بالمنظر ده ما فيهوش غلطه، دي حاجه تحسب اكيد للاداره الهندسيه ومجلس اداره النادي الاهلي. بصراحه هم جم في الافتتاح الفود كورت اشادوا جدا بالتنفيذ، وشافوا حاجه جديده مش موجوده في انديه، انك تعمل المستوى ده في نادي ده مش موجود. ده خلى كمان في اعضاء النادي كلهم بدؤوا متواجدين للنادي، بقى حاجه ثانيه. في حاجه نسينا نقولها، احنا حاليا شغالين في اكاديميه الكوره، بنجدد ملاعب الاكاديميه بالكامل 16000 متر شغالين فيه، خلال شهر ان شاء الله نفتح. جددنا اكاديميه الكوره بالكامل، ده خلص وتسلم للكابتن خالد بيه اللي هو ماسك الاكاديميات. بص حضرتك احنا ممكن نقعد نتكلم كتير على المشاريع، الحمد لله كل حاجه في وقتها بنفتحها،
وربنا يكرم ويوفق الناس جميعا ان شاء الله باذن الله. عايز ارجع تاني للمنطقه الترفيهيه، يعني نتكلم طبعا احنا يمكن شرحنا سريع كده المتكونه من ايه، منافذها ايه، فيها كام حمام سباحه، الامواج دي كمان خدت منكم وقت على ما اعتقد، لان انا يمكن شفت تيست كده، طبعا احنا لسه مش هنحرق الكلام ده لكل الناس، لكن شفت تيست كده حاجه يعني جميله وحاجه رائعه ومميزه جدا. هي فكره جميله قوي، فيها اسعاد لكل الصغير والكبير. السيستم احنا عاملينه على اعلى مستوى، في 9 اشكال للامواج باديه من الصغير كروس، حاجه مبهره جدا، الكبير هيستمتع بيها والصغير هيستمتع بيها، ودي ميزه المكان. هي مش حمام سباحه، هي حمام سباحه في نفس الوقت وحمام امواج، وحواليها حمامين السباحه الكبار والاطفال، فالموضوع فيه كده ترفيه كويس قوي للاعضاء. انا متوقع بكره الصبح لما نفتح المكان ده هيبقى في مكان تاني خالص. الاعضاء للنادي الاهلي منتظره للمزيد، واكيد انا عارف ان يمكن مجلس الاداره على قدم وساق في كل الاعمال وفي كل الاتجاهات، مش في الانشاءات بس، يعني في المدرب وفي قطاع كره القدم، لكن اكيد الاعضاء منتظره كثير جدا من النادي الاهلي. لو بنقول رساله لاعضاء النادي الاهلي، حافظوا على المكان كالعاده، تقول لهم ايه الفتره اللي جايه خلال الانشاءات القادمه من النادي الاهلي؟ اعضاء النادي اول حاجه تستحملونا، احنا شغالين، هم بصراحه مقدرين جدا اللي بيحصل، فمعانا واقفين جنبينا ان شاء الله. كل فتره هتلاقوا حاجه جديده للنادي، اضافه جديده جدا للنادي ما كانتش موجوده خالص قبل كده في كل الافرع، فيعني ان شاء الله خير ليهم كلهم، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله باذن الله. شكرك سامح بيه جدا. شكرا ليك يا كريم، ربنا يخليك يا حبيبي، الف شكر. كل الشكر والتقدير طبعا للمستشار الهندسي المهندس سامح علي كامل لمجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه يمكن شغل كبير جدا يا امير بيبذل في النادي الاهلي 100 نصر بالتحديد، لان احنا متواجدين ان شاء الله باذن الله. الافتتاح كالعاده يسعد اعضاء النادي الاهلي، المكان كالعاده يكون على القدر والقيمه الكبيره اللي بتتمناه، اللي بيتمناه كل عضو داخل النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا.